سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول لما أنا أدخل أصلي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، بدءا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ديوان الإفتاء، يسعدنا يكون ضيفا معنا في هذه الحلقة فضيلة شيخنا البروفيسور علاء الدين الأمين الزاكي، عميد كلية النبلاء للعلوم والتكنولوجيا. أهلا مرحبا بك شيخنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم بجميع الإخوة المشاهدين والمستمعين. أكرمك الله أستاذنا الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي. وفي هذه الحلقة ليست كمثيلاتها من الحلقات الماضيات، وإنما تناول قد يكون موضوعا علميا، وفوق أنه علمي موضوع أصولي يختص بفئة خاصة من طلبة العلم أو الأصوليون بمعنى أخص، ولكن لا بد من التفريق حتى يفهم العامي أو الإنسان البسيط حينما يقرأ في الكتب القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، الضوابط الفقهية. كل هذه الأشياء قد يجدها الإنسان في أثناء قراءته لبعض الكتب أو النصوص أو المقالات التي تعبر عنها في ديننا الحنيف. لذلك شيخنا الكريم، بداية نصوص الشريعة واضحة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فما الذي يجعل هذه القواعد الآن مصدر من مصادر التشريع والناس يستنبطون منها ويقول لك كما في القاعدة الفقهية أو كما في القاعدة الأصولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الحقيقة الشريعة المباركة زادها الله تشريفا لما نزلت بأصولها المعروفة ومصادرها الثابتة القرآن والسنة على نبينا عليه الصلاة والسلام. كانت بلغة العرب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون خطاب التكليف، فهم يعرفون أساليب العربية ويعرفون اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم. لذلك المولى تبارك وتعالى يقول: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والمقصود من النزول، نزول القرآن بلسان قوم أو بلسان اللغة العربية، هو فهم الناس لخطاب التكليف، لما أراده الله تبارك وتعالى من العباد. ولذلك لو نزل بأي لغة أخرى ما استطاع الناس يعني فهم خطاب الشارع. فالصحابة ما احتاجوا إلى قواعد ولا إلى ضوابط ولا إلى غير ذلك، لأنهم كانوا يفهمون القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ويعرفون أن الله تبارك وتعالى إنما أراد كذا، أراد كذا بهذا التوجيه. لأنه كما قال ربنا تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. لكن بعد انقضاء يعني فترة الصحابة ودخول الأعاجم في الإسلام، كان من الضروري أن تقعد القواعد، لأن أحيانا الجهل لو انتشر وعدم المعرفة باللسان العربي لو وجد في أي مكان، ممكن للشخص الآخر بما أعطاه الله تبارك وتعالى من قدرات أن يوجه النص كما يريد. لأن ربنا بدي الناس قدرات، بديهم قدرة على الفهم وكذا، فيحاول أنه يعني يجيب مراد من عنده غير ما أراده الشارع. والحقيقة المسألة دي من الخطورة بمكان. لذلك حتى في لغة العرب، اللغة العربية نفسها، الناس العرب كانوا يتكلمون العربية سليقة، يعني ما في عربي زمان ما كان في حاجة اسمها الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ولا كان في شيء من هذا القبيل، ما كان موجود، لأن العرب كانوا يتكلمون العربية هكذا، لأن هذه لغتهم. ولو الزول أو الشخص لحن في لغة العرب بيكون معروف عند الناس إنه فلان ده لحن في لغة العرب، لذلك بيحصل إشكال. لذلك لما قرأ أحدهم إن الله
بريء من المشركين وقرأ ورسوله بالكسر، يعني عطف الرسول على المشركين، فأصبح الله تبارك وتعالى بريء من المشركين ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فغير المعنى. أن أحيانا لذلك العلماء علماء اللغة العربية اجتهدوا في وضع قواعد اللغة العربية، فأصبح الإنسان الذي لا يعرف العربية يقوم بدراسة قواعدها فيتعلم العربية. الآن ندرس نحن القواعد والنحو، صحيح ما في الآن عربي على وجه الأرض يتكلم العربية سليقة، ما في، لا يوجد. لا بد كل إنسان أن يدرس قواعد اللغة العربية، حتى في الدول العربية، حتى في الدول العربية اليمن مثلا الآن هم في أي مكان في العالم كلهم يدرسون العربية، ما في الآن أحد يتكلم العربية سليقة، يعني يولد من بطن أمه فيتكلم العربية. الآن أغلب الدول العربية عندها لهجة خاصة محلية يتكلمون بها، لذلك بتجد أن واحد الدول الآن العربية كلها فيها مادة اللغة العربية تدرس، درس قواعد اللغة، قواعد النحو والصرف، ويدرس ألفية ابن مالك في النحو والصرف. وتجد الآن أكثر الناس تميزا في اللغة العربية من درس ألفية ابن مالك في النحو والصرف. فلذلك القواعد هنا برزت أهميتها لأن اللحن انتشر. نعم. كذلك في الشريعة لما خفي على الناس الأحكام وجاءت النوازل وحصل صرف لمراد الشارع من بعض الناس، ودخل المناطق في شريعة الله تبارك وتعالى بدأوا يتكلمون عن علم المنطق، فلا بد من ضبط ضبط الشريعة بقواعدها. نعم. يعني الناس يقعدوا قواعد بالنظر إلى ما سبق. لذلك مثلا القواعد اللغوية الأصولية في علم الأصول، وهي قواعد متعلقة بدلالة ألفاظ القرآن والسنة، هذه علماء الأصول ما وضعوها إلا بعد أن استقروا أساليب العربية. ليه؟ لأنهم دارين يفهموا الناس المراد من النص. لذلك أي شخص على وجه الأرض لا يدرس قواعد التعامل مع النصوص لا يستطيع أن يفهم النص الشرعي فهما صحيحا، ولا يستطيع أن يستدل به استدلالا صحيحا. إذن هي مدخل لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى. نعم، هي مش مدخل، هي أساس وقاعدة لأنه الإنسان يعرف الطريق الصحيح في التعامل مع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه الناس زمان كانوا بيفهمون المسألة سليقة. نعم. النص العام. لذلك أبو بكر لما قال رضوان الله عليه، لما قال كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام عصمني الله بها يوم الجمل، يعني أنا سمعت كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمل، ربنا بسبب الكلمة دي عصم معركة الجمل. معركة الجمل. نعم. فقال لما رأيت طلحة والزبير يأخذون أمرهم من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني معناه هو فهم بالعموم أنه النكرة في سياق النفي أو النهي في لغة العرب في قواعد الأصول تدل على العموم، حتى ولو كانت المرأة دي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه في الأخير يعني القول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يحمل على عمومه، وهكذا فهمه الصحابة وما اعترض عليه أحد في فهم لأن هكذا اللغة العربية. فلذلك الآن جاءت القاعدة أنه إذا جاء النكرة جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تدل على شنو؟ العموم. تدل على العموم، وقيس على ذلك. ثم تفرعت بعد ذلك القواعد، فأصبحت هناك قواعد أصولية. نعم. وأصبحت هناك قواعد فقهية، وأصبحت هناك ضوابط فقهية. الأصول نفسها أصبحت تتوسع، فأصبحت هناك قواعد أصولية وأصبحت هناك قواعد مقاصدية، دخل علم المقاصد في هذا الباب. طيب نوضح كل واحد منها، الأصول والفقه والضوابط الفقهية والقاعدة المقاصدية، ماذا يراد من كل منها شيخنا الكريم، أو بكل علم ماذا يختص به؟ هو طبعا الأربعة هذه تشترك في مسألة واحدة، أنها قاعدة تندرج تحتها جزئيات الأربعة هذه، سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد مقاصدية أو قواعد أو ضوابط فقهية أو قواعد فقهية، كلها نعم. الذي يجمعها أنها قاعدة تندرج تحتها فروع، تندرج تحتها، لكن الفروع تختلف الفروع من قواعد لأخرى. يعني القواعد الأصولية فروعها، لأن أصلا هي موضوعة لقواعد الاستنباط، وفي الغالب أنها أو العلماء يقولون بأنها قواعد كلية ليست أغلبية، يعني نعم. تنطبق على 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 كل الجزئيات التي تندرج تحتها، على كل الجزئيات، تأخذ كليات الدين وليس التفاصيل. نعم. الجزئيات. نعم. وبعدين هي قواعد مهمة في باب الاستنباط كذلك، تتعلق بباب كيفية التعامل مع كلام الله تبارك وتعالى من حيث الاستنباط والاستدلال. نعم. أما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية تندرج تحتها فروع فقهية، فهي تضبط يعني فروع متشابهة جمعها
أصل واحد، هذا يسمى بالقواعد القواعد الفقهية. طيب شيخ الكريم، أما الضابط نعم. طبعا القواعد الفقهية بتكون في جميع أبواب الشريعة. يعني تقول مثلا الأمور بمقاصدها، هذا تدخل باب الزكاة، باب الصوم، باب الصلاة، باب الحج، كلها تدخل في قاعدة الأمور بمقاصدها. لكن الضوابط الفقهية هي قواعد لكنها في باب واحد، باب واحد من أبواب الشريعة. تقول الضوابط الفقهية في باب الحسبة، الضوابط الفقهية مثلا في باب الزكاة، هذه تكون ضوابط أم تكون قواعد؟ نعم، لأنها أخص من القواعد الفقهية. نعم. والقواعد المقاصدية؟ القواعد المقاصدية هي نفسها القواعد الأصولية، لكنها تهتم بباب معين، باب علم المقاصد، مقاصد الشريعة. بمعنى؟ مقاصد الشريعة اللي هي متعلقة بتقدير المصالح والمفاسد، تقدير المصالح، لأن المقاصد متضمنة للمصالح والمفاسد، كما يقول القرافي عليه رحمة الله: ومارد الأحكام على ضربين، وسائل ومقاصد. والوسائل هي يعني المفضية للمقاصد، والمقاصد ما تضمنت المصالح والمفاسد، لأن المصالح يعني تحقيق مصلحة العباد، المصالح معروفة مربوطة بالضروريات الخمسة، والمفاسد ما يدفع عن هذه الضروريات الخمسة يعني كل شيء. فتعتبر أنه هذه يسموها مصالح ومفاسد، يجمعها كلمة مقاصد، مقاصد الشيء. طبعا والنظر للمقاصد هذا يعني مهم جدا في هذا الزمان بالذات، ويدل على قدرة الشريعة على التعامل مع الوقائع المتجددة. يعني الحادثة قد تكون من ناحية شرعية صحيحة، لكنك لابد أن تنظر فيها نظر مقاصدي، بمعنى أن تنظر إلى المآلات، لأن النظر إلى المآل يعتبر مهم جدا في باب التعامل مع الأحداث. أحيانا قد يكون الأمر ما شاء الله من ناحية عامة ما شاء الله جميل جدا وصحيح ما في أي اثنين ثلاثة، لكن لما تنظر له نظر مقاصدي بترى أنه والله يا أخي العمل بهذا الشيء قد يكون مآله أعظم، يترتب عليه يترتب عليه ضرر أعظم. لذلك الضرر الأعظم هذا طبعا الآن التلفظ بكلمة الكفر مثلا، نعم، يعني إذا ترتب عليها التلفظ بها مش اعتقادها، التلفظ بكلمة الكفر والواحد نظر يعني حمى يعني مسألة كبيرة جدا قدام اللي هي ذهاب الروح. نعم. فهنا التلفظ متسامح فيه رغم أنه إنسان ارتكب محظور، والتلفظ يعتبر من العمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، شفت كيف؟ لكن الإشكال يأتي في أنه الإنسان دفع بهذا التصرف يعني شرا أعظم، ودات في تفصيل كبير جدا. لذلك الشاطبي رحمة الله عليه يقول أنه واعتبار المعالي في واعتبار المآل في الشريعة معتبر معمول به. يعني لابد أنك أنت إذا خاصة في القضايا والنوازل المهمة جدا لابد الإنسان أن ينظر فيها إلى المآلات. الآن المعاصرين عندهم حاجة يسمى النظر الاستراتيجي، نفس الطريقة النظر الاستراتيجي ده هو الاستشعار، أنك تستشعر البعد، أن تتوقع أشياء وتتوقع هذه الأشياء من خلال المعطيات والمؤشرات الموجودة عندك الليلة. أنا من خلال المؤشرات والمعطيات أستطيع أن أحدد أنه هذا الأمر فيه مصلحة للأمة ولا فيه مفسدة. نعم. تزاحم المصالح فيه وتزاحم، لأنه مرات قد تتزاحم المصالح مع المفاسد، وقد تتزاحم المفاسد مع بعضها. نعم. وقد تتزاحم المصالح مع بعضها. فإنت الشخص الموفق الذي يمتلك النظر المقاصدي هو الذي يقدر هذه المسألة، لأنه ميزان دقيق جدا وصعب. نعم. شيخ الكريم، هذا دفعني لسؤال مهم. من الذي يعمل بهذه القواعد، سواء كان أصولية أو فقهية أو ضوابط أو قواعد مقاصدية؟ لأن الآن كثير من الناس مثلا يقول لك قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هكذا من غير يعني عامي من الناس، من غير أي ضوابط، من غير أي شيء، وقع في أمر ما يقول لك الضوابط هذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أو الوسائل الأحكام المقاصد يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، يخلط في الأمر فيقول هكذا، فيبرر العمل غير الصحيح بهذه القواعد. فهذه القواعد مسلم بها بالاستدلال بأي إنسان يقول فيها ما يريد ويحتكم إليها؟ هو طبعا هذه المشكلة يعني في هذا الوقت بالذات، إنه انبرى للحديث عن هذه القواعد من لا يحسنها، فمنهم من دعا إلى تغييرها وتجديدها والإتيان بقواعد أخرى للتعامل مع النصوص، وذكر شبهات وليس حقائق. يعني أنت الآن عندما تتكلم عن قواعد معينة مثلا، أنه والله هذه النصوص تعتريها إشكالات، النصوص الشرعية، ولا بد من إيجاد قواعد جديدة للتعامل مع النصوص. أنا من أغرب ما سمعت أنه واحد من الناس قال أنه والله مفترض نحن نتعامل مع القرآن والسنة بنظرية العقل الجمعي. طبعا العقل الجمعي دي حقت دوركايم، هي نظرية دوركايم. دوركايم هو أصلا تلميذ نجيب جدا، واستفاد من نظرية داروين التطورية المعروفة، وكله من الملحدين. فلذلك يعني هو الإشكال يأتي أنه في ناس الآن، في أصوات
كبيرة جدا الآن أصبحت تأتي لتغيير معالم الشريعة ومعالم طبعا الشريعة تعرف بشنو؟ الشريعة تعرف بنصوصها. نعم. وربنا تبارك وتعالى من إكرامي لهذه الشريعة أنه حفظ لها نصوصها، يعني القرآن محفوظ والسنة محفوظة، وأي إنسان يريد أن يتلاعب بالدين يقول له بس تغير القرآن ده، والقرآن ده محفوظ من التغيير والتبديل، ما يقدر، هو سيظل هو المعجزة ويظل هو القرآن الكريم يعني الدليل الدامغ على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن الشريعة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها. فممكن في العصر القديم في زمن علم المنطق وعلم الكلام أنه حاولوا أن بعض الناس الذين يعني دخلوا في علم الكلام بعمق حاولوا تغيير معالم النصوص، ولكن في الأخير أغلبهم رجع. يعني مثلا عندنا إمام عظيم من الأئمة كالإمام الرازي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ودرس علم الكلام بطريقة متوسعة على شيخه المعروف المجد الجيلي من علماء علم الكلام. وطبعا علم الكلام المقصود به هو استخدام العقل في مجال العقائد، وده كان خطر كبير جدا يهدد الأمة. الرازي المعروف المفسر والأصول، الرازي المفسر والأصول المعروف، صاحب مفاتيح الغيب وصاحب كتاب الكتاب المشهور المحصول. كتاب المحصول. نعم. يعني المحصول يعتبر هو عمدة في هذا الباب، وأغلب من كتب في علم الأصول عاش عالة على هذا الكتاب. لكن الرازي رحمه الله في آخر أيامه كما ذكر عنه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أنه قال في آخر أيامه كتب وصية، كتب وصية عظيمة جدا، وهذه الوصية افترض أنها تكتب بماء وتكون حجة لكل من يعني يسلك طريق العقل المفتوح على مصراعيه من غير ضوابط في تغيير مراد الشارع عز وجل من غير ضوابط. فهو قوله يعني لقد اختبرت الطرق الكلامية، لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. عجيب. فهو يقول هذه الكلمة باعتبار أنه هو غاص في هذا الباب ودخل في هذا الجانب، فوجدت أن أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى طريق القرآن، ما في طريق أقرب منه. فلذلك الآن شوف سبحان الله، إذا أنت نظرت إلى 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 هذا الباب تجد أنه أحيانا قد تحصل لك إشكالات أنت نفسك. يعني الرازي رحمه الله من الإشكالات التي حلت عليه هو تصنيفه لكتابه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. طبعا هذا الكتاب الحافظ ابن حجر قال هو تعليم للسحر، يعني السحر صريح. فهو الرازي أصلا ما كان هذا السحر رحمة الله عليه، ولكنه حاول أن يجد علاقة في قول الله تبارك وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما هي العلاقة بين النظر في النجوم؟ أخذها على ظاهرها. ما هي العلاقة بين النظر في النجوم وبين قول الإنسان إني سقيم؟ فصنف هذا الكتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم. فلذلك يعني حصلت إشكالات كبيرة جدا، حتى أن الذهبي رحمه الله من ترجم له في السير أنه قال رويت عنه بلايا وانحرافات عن السنة وسحر، يعني هذا الكلمة قال الذهبي في السير. نعم. قال ولكنه توفي على طريقة حميده. طبعا ذكر بعد ذاك رحمه الله ذكر رجوعه وبيانه والكلمة والوصية التي كتبها بيده رحمه الله رحمة واسعة. نعم. لقد اختبرت الطرق كما ذكرنا قبل قليل. فلذلك هي المسألة الآن في ناس بيحاولوا يجددوا، لأن المقصود من التجديد هو شنو؟ هو تغيير مراد الشارع. نعم. لأنك أنت أصلاً القواعد وضعت في قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. إذا حاولت تجدد القواعد حقت التعامل مع نص القرآن الكريم معنى أنك أردت أن تغير مراد الشارع. صحيح. لأن مراد الشارع أصلاً ربنا نزله بلغة العرب ليه؟ عشان الصحابة يفهموا. نعم. وإذا استقر المعنى الصحيح في نفوس الصحابة بعد ذلك نقول للناس بأي لغة تانية. المهم في الأخير يصل في ذاك الوقت وقت التنزيل المعنى الذي أراده الشارع عز وجل. فأي محاولة هذا باب، الباب الثاني في عوام ساكت استخدموا القواعد دي وكل واحد اجتهد فيها بطريقته. نعم. يعني يقول لك والله مثلا هسه أغلى الناس يقول لك والله درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وطبعا ما فهمي ذات القاعدة محلها وين، يمكن حتى بعض طلبة العلم يستخدم هذه القاعدة على ظاهرها لأنه أصلا القاعدة محلها عشان تعرف أنت والله دي صعب أنا مرات ما أقدر أحددها. شفت كيف؟ ولا غيري من الناس الأصوليين الدقيقين ما يقدروا يحددوها الأدق مني أنا وأحسن مني أنا وأعلم مني. شفت كيف؟ وأنا أعتبر نفسي بادي في علم الأصول، لكن أقول لك القاعدة هذه محلها فقط فيما إذا استوت المصلحة مع المفسدة، فيكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عجيب. عند الاستواء، عند الاستواء فقط ليس مطلقا، لأنه أصلا إذا غلبت القاعدة إذا غلبت المصلحة على المفسدة أصل في الدنيا دي زي ما بيقول القرافي رحمه الله، القرافي يقول كلمة عجيبة يقول ليس في الدنيا مصلحة محضة وليس في الدنيا مفسدة محضة. نعم. أصلا ربنا قال يسألونك عن الخمر والميزر يقول فيهما اسم كبير وشنو ومنافع للناس. أصل الخمر الحرام دي ما فيها منافع، كم فيها منافع، لكن لما قارنت المصالح مع المنافع حقاتها لقيت شنو وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك أصل ما تلقى لك حاجة كده فيها مصالح خالصة، نادرة جدا.
ولم تقل لك فيه حاجة مفاسد خالصة، لكن متلقى أي أمر فيه مصالح مفاسد. طبعا إذا غلبت المصلحة الشغل ده معناها ما صالح، إذا غلبت المفسدة معناها شغل ده ما شغل ده فاسد. لكن إذا استوت المصلحة مع المفسدة، طبعا دي مسألة حتى إنه ابن القيم وغيره ما استطاع إنه يحدد لها أمثلة، سبحان الله. يعني مسألة دقيقة جدا، دقيقة جدا، حاولوا إنه بعض الناس يضربوا لها أمثلة. يعني إذا استوت المصلحة مع المفسدة، هنا تقدير المصالح والمفاسد بيختلف من شخص لآخر. إذا استوت إذا استوت، فهنا درء المفاسد مقدم على شنو؟ جلب المصالح، على جلب المصالح. الناس يقول لك لا، يقول لك مطلقا كده، بس جلب المصالح درء المفاسد مقدم. فيدرؤوا ويدرؤوا يعني يتركوا مصالح كثيرة جدا، المفسدة فيها قليلة ما كثيرة، المفسدة فيها قليلة ما كثيرة. ويعني سبحان الله، لأنه أصلا الشريعة دائما تتعامل بالأغلب. ولعلم الناس إنه لابد يعرفوا إنه والله الشريعة دائما تأخذ بالأحكام الأغلبية، ما 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 شرط في قطع وفي أغلب وفي في استواء. إحنا الحكم الأغلبي ده مقبول، وما في نص في الشريعة إلا وفيه احتمال، الاحتمال اليسير لا يؤثر. لذلك جاءت يعني قاعدة، بعض الناس بيستخدم القاعدة دي، وأنا وجدت بعض المفكرين يتكلمون فيها، أقول لك الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طبعا القاعدة هذا ليس في محلها، معناه أنت لو أي احتمال أبطلتبوه الدليل ده، معناه حطبت الأدلة دي كلها، لأن النص العام فيه احتمال، والنص المطلق فيه احتمال، والنص كذا فيه كل هذه النصوص فيه احتمالات. فالاحتمال ليس مقصود مطلق، الاحتمال مثلا هي ميزان دقيق. لذلك يعني هي الناس بين إفراط وتفريط. أكرمك الله شيخنا الكريم، لولا انتهاء الوقت المقدر لهذه الحلقة وتجاوزنا فيه لأطلنا لمزيد من الاستفسار والتعلم في هذا الباب الكبير، ولكن نحسب أننا تناولنا شيء من النطف وفهمنا فيه الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط الفقهية والقواعد المقاصدية. على أمل أن نلتقي في هذه الأبواب مرة أخرى إن أتيحت لنا فرصة نتعلم فيها في هذا الباب الكبير والعلم الغزير مع أستاذنا الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي. إذن أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، بعد الفاصل نبقى مع استفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام تظهر تباعنا على الشاشة 0-183-47-89-99 أو 0-183-40-77-77. فاصل قصير بعده ونواصل، ابقوا معنا. أنو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، ونحن من بعد الفاصل نبقى مع فضيلة أستاذنا الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي عميد كلية النبلاء للعلوم والتكنولوجيا، ونبقى مع أول المتصلين في هذه الحلقة الأخت رميساء من الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، مرحبتين بك ابنتنا الكريمة، تفضلي. التحية لك أستاذ علاء، التحية لك أستاذ عاصم. لك التحية ابنتنا الكريمة، تفضلي. عندي سؤال. السؤال نعم تفضلي. يعني لو زول بيقطع في واحد من أهله مع أصحابه، نعم، ما ذكر الاسم، طيب، مع زول بيقطع فيه، هل كده حلال من دون ما يذكر الاسم؟ القطيع حلال أم حرام؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمك. ابنتنا رميساء بتقول لو زول بيقطع اللي هو بيغتاب في شخص ما من دون ما يذكر اسمه، يعني في مجال ونسه، هل يكون هذه غيبة؟ هو طبعا لو كان معروف هو صاحب القصة بتبقى نفس الحكم، يعني ضروري أن يذكر اسمه. مجرد الوصف يعرف، مجرد الوصف الناس بيعرف إنه مقصود فلان ده، نعم، هي نفس الحكم، يعني هو هي غيبة. طبعا القطيع عين بس ده معناها الغيبة، لا الناس نعم. برا ما بيفهموا حاجة اسمها قطيعة. القطيعة 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 دي عندنا في السودان معناها الغيبة، يقطع في زول يعني يغتابه. فالمهم في الأخير إنه الناس يعرفوا إنه فلان ده يعني. أما إذا كان الإنسان يعني استخدم عبارات عامة وما كان مفهوم لدى الناس، ما في إشكال، ما باله أقوام يفعلون كذا، وده منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يشخص أناسا بعينهم، وإنما كان يقول ما بال أناس يفعلون كذا. ولذلك طبعا هو الآن أصبحت الغيبة الآن في زمننا ده من أعظم القرب للأسف الشديد، أنه في ناس يعتبروها قربة إلى الله تبارك وتعالى، كون يغتاب فلان ويغتاب علان دي من أعظم القرب. الله المستعان. شفت كيف؟ فأصبحوا الآن يعني يستحلون أعراض الناس بأدنى شبهة،
والزول ما بيقطع ده ما هو اصلا ما هو زول ناجح، بل بالعكس هو زول مخالف للمنهج الصحيح. والحافظ ابن حجر لما قال العلماء اختلفوا في حكم الغيبة هل هي من الكبائر ام انها من الصغائر، قال تعليق جميل وتوفيق جيد، قال انه الغيبة حقة العالم تعتبر من الكبائر، وغيبة الجاهل تعتبر من الصغائر وليس الكبائر. وده لأنه هو داري يعظم دور العالم، لأنه الذي يغتاب العالم يعرف أيه. الذي يغتاب العالم ما اغتابه لشخصه، لأنه في الأخير هو بشر عادي زيه زي أي بشر تاني، إنما اغتابه لعلمه. والعلم هو شريعة الله تبارك وتعالى. الله سبحان الله. وكأنما هو اغتاب شريعة الله أو كان سببا في تزهيد الناس في التعلم من هذا الشخص. الله. يعني سبحان الله، زمان كان الذهبي رحمة الله عليه بيقرأ على بعض الأشخاص هو لهم فيه رأي، يعني له فيهم رأي، عارفه بأنه ما كويسين، لكن يقول عنده ليس عند غيري، عنده ليس شنو؟ نعم. أي عنده ما ليس عند غيري، أو عنده ما ليس عنده، فهو في الأخير يعني هو أراد أن يتعلم منه، فما ضره أنه يفعل كذا أو يقول كذا وشيء من هذا القبيل. وتجد من الشيوخ الذهبي يقولون يقول فيه شويخ نعم. تتلمذن عليه، فقيس على ذلك. نعم. فلذلك الناس يعني هي الغيبة في الأخير مدام الشخص يكون معروف لدى الناس، فما ضر الإنسان أن يتكلم عن أفكار نعم. إنه طرحت القضية الفلانية فهذا باطل وهذا لا يجوز، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى سبحان الشخص بدون ما تشخص بدون ما الشخص تقع عليك تقيم بوصف معين إنسان. وللأسف الشديد بعض الناس كمان بيحرفوا كلام الزول. الله المستعان. يحرفوا يغيروا يقطعوا كلامه، شغل بتاع مكاتب داخلية. نعم الله المستعان. يقطعوه عشان يقوم يخلوا زول ده يظهروا للناس إنه زول فاشل زول فاسد. نعم. يسووا شورت يعني ده وطبعا هي الغيبة، هي الغيبة بعينها. نعم. كرمك الله شيخ الكريم زادك الله علما. الأخت وفاق من الجولت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بك أختي الكريمة، تفضلي. الله يحييكم. إن شاء الله لدي سؤالين إن شاء الله لفضيلة الشيخ. السؤال الأول، كثير من الناس للأسف الشديد يعني يقولون إذا فعل أحدهم فعلة نقول فعلت ما عليه وهو تبقى على الله، فما رأي إذا فعل أحدهم أحد الناس إذا فعل فعلة نقول فعلت ما علي وما تقع عن الله. فعلت ما علي. طيب هذا السؤال الثاني، ما الناس دعاء الاستفتاح فهل يجب عليه سجود السهو وإذا لم يسجد السهو فما رأيه بهذا الأكثر؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. الأخت وفاق من الجولد، السؤال الأول بتقول عندنا مقولة نقولها كثيرا، أنا عملت العلي والباقي على الله، فهل هذه الكلمة صحيحة شيخ الكريم؟ هو طبعا نظرنا إليها نظرة شاملة، المقصود من هذه الكلمة إنه أنا أديت الذي علي، أديت الذي علي وفق ما ظهر لي من أن الحق يؤخذ بهذه الطريقة. نعم. وربنا تبارك وتعالى يتولاني بعد ذلك. طبعا هذا على المحمد الحسن، هذا المحمد الحسن، شفت كيف؟ طبعا اغلب السودانيين بيقولوها في حاله انه الزول والله ما شاء داري صالح زول، كل بمهمه معينه اي انا اديت العلي والباقي على الله. طبعا هو التوفيق من عند الله، هي بدل الباقي على الله التوفيق من عند الله، التوفيق من عند الله. يعني هو في الاخير الناس لابد يفرقوا في عندنا بعض الناس بيحصل لهم خلط بين قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول لك الهداية من عند الله، طبعا إحنا كده الباقي على الله التوفيق. فده فرق بين اثنين، في حاجة اسمها هداية التوفيق وفي حاجة اسمها هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني سموها دي هداية دلالة وإرشاد. نعم. الإنسان يعمل ما في وسعه في إنه يهدي، يعني يطرح للناس الدين والشريعة بالطريقة التي يعني تكون مقبولة عندهم، وما في إنسان بيوفق على هذا إلا والذي يوفقه الله. والإنسان بيسعى في الأعمال بيمشي يشتغل بيأخذ بالأسباب، وما يتحقق إلا ما أراده الله تبارك وتعالى إلا بتوفيق الله عز وجل. يعني إحنا كلنا الآن بنضرب في الأرض نبتغي من فضل الله، لكن نأخذ بالأسباب والباقي على منه ربنا تبارك هو الذي يوفق الإنسان. إذا ربنا فتح عليك خلاص أمورك مشت، ربنا ما فتح عليك أمورك ما تمشي.
أنا والله مثلا ما إدارة الزواج لا أود مش أسعى أنه أختار وأجهز قروشي حق الزواج، بمشي طوالي أتقدم والباقي على الله، إذا في التوفيق خير ربنا بيوفقك للأمر ذا. فكل الأعمال هكذا، فهذا المعنى ليس فيه شيء بظاهره. نعم. ليس فيه شيء. نعم بس مع الاعتذار أول في النطق في الكلمة يعني. أي. بدل الباقي على الله التوفيق من عند الله، التوفيق من أفضل عند الله. من الباقي على الله، الباقي على الله التوفيق. نعم. من عند الله. فهي الكلمة في الأخير ما في ظاهرها ليس فيه شيء. نعم والله تعالى أعلم. أكرمك الله شيخنا الكريم. سؤالها الثاني بتقول هما يترتب على حكم دعاء الاستفتاح إذا تركه الإنسان هل يترتب عليها نجد لسه؟ هو طبعا دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء، عاد المالكية عليهم رحمة الله رحمة واسعة، ودعاء الاستفتاح المالكية أخذوا بظاهر حديث المسيء إلى صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا ما في دعاء استفتاح في الحديث ده. ما قال له اقرأ دعاء الاستفتاح. ما قال له اقرأ دعاء الاستفتاح. لكن طبعا هناك روايات أخص من هذا، من أحسن ما كان في صحيح مسلم وغيري إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال أبو هريرة ماذا قلت؟ قال اللهم باعد بينك وبعد من شر اللهم اهدي نقي من كما نقص من هذا الحديث المعروف الدعاء الاستفتاح في سبحان الله الحمد تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهنا المالكية ما جعلوا الدعاء هذا سنة، ما ليس سنة، ومعنى هذا أنه من تركه عندهم ليس عليه نعم شيء، ليس عليه سجود سهو، بل هو لا يعمله أصلاً غير مندوب. نعم يعني أصلاً ولا يعمله أصلاً ليس عليه شيء. على مذهب الجمهور إنه لو تركه ليس عليه شيء، ما عليه أصلاً. نعم. ما عليه. المالكية مثلاً عندهم القنوت، القنوت إنه صلاة الصبح سنة، لكن من تركه فلا شيء عليه، ليس عليه سجود سهو. نعم. حتى ولو كان متعمدا ليس فيه سجود سهو، مع أنهم يعتقدون سنيته، يعتقدون لا يرتبون عليه. فلذلك يقولون في عندهم ما يسمى بالسنن الخفيفة التي لا توجب يعني سهوا. نعم. كالقروت مثلا هذه سنة خفيفة لا توجب سجودا للسهو. نعم. لكن بالجملة إذا سألت عن الراجح تقول الراجح سنية دعاء الاستفتاح، لأنه ثبت بأحاديث صحيحة صريحة واضحة عن نبينا عليه الصلاة أنه كان يسكت هنيهة ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يبدأ بالقراءة، لأن هذه الأحاديث مخصصة لعموم الحديث المسيء إلى صلاته ومفصلة. نعم. يعني مفصلة جاءت بتفصيل أكثر، ويعني إذا لم يؤتى بالتفصيل لكان حديث المسيء إلى صلاته حجة في هذا الباب. أكيد. أما كونه يأتي تفصيل بعد ذلك زيادة فهذا يدل على أن حديث المسيء إلى صلاته صحيح ما في أي إشكال، وما جاء بعده من تفصيل يكون إن شاء الله حجة، وبالتالي يعني العلماء الجمهور جعلوا هذا الحديث عن هذا الدعاء يعني سنة مشروعة. كرمك الله شيخنا الكريم. لعل لنا وقفة مع دعاء الاستفتاح، ولكن نأخذ الأخوة رقية بن أم درمان. السلام عليكم. ألو. مرحبتين بك أختي الكريمة. ورحمة الله. تفضلي. معكم رقية أحمد. حبابك يا أخوة رقية، تفضلي. تحية لك يا أستاذ عاصم وللشيخ الجليل على. لك التحية والبروفيسور على الدين أمين الزاكي. السؤال الأول يا شيخنا، أنا أول شيء ما بصافح رجال، يعني ما بصافح، ومرات بقول يعني لما أصح أخواتي بصفوني بالتشدد وكذا، يعني مرات بتحقوا علي لما يعني أمشي بقول خلاص الشيخ أجراتي وبشوفوني يعني أنا يعني والبيت المشدد، وفي حياة كثيرة أنا ما شايفها مشددة يعني. نعم. والسؤال الثاني هنا يعني حكم إنه أخواتك بيتهموك بالتشدد؟ أي أخواتي بس من الناس اللي حوالي كلهم يعني أنا ما شايف ما بتاني مشددة. طيب السؤال الثاني. يعني عشان أنا بصافي على ناس يعني بين كده وثاني شيء. نعم. السؤال الثاني السؤال الثاني إيش ما يعرف أنا بحلم يعني دائما يعني مرتين كذا حلمت إني تنقطت في المنام، ما أعرف ما أعرف كذا شنو كنت أنا ناوية يعني إني تنقط يعني. نعم. أنت متزوجة؟ لا لا. طيب طيب في سؤال آخر أخت رغية؟ لا لا شكرا. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله الأخت رقية أحمد بن أم درمان، ويجيبك الشيخ، ولكن نستأذن الشيخ في أن نأخذ فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل في الإجابة على هذه الأسئلة. إذن أعزائنا المشاهدين والمستمعين نبقى مع فاصل قصير ثم يجيب شيخنا الجليل على هذه الأسئلة، ابقوا معنا. أنو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، ونبقى مع إجابة أسئلتكم واستفساراتكم. ولكن قبل أن نجيب شيخنا الكريم نأخذ سؤال الأخ محمد من أم درمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين بك أخي الكريم، تفضل. معكم محمد الحسن السيد الفتحات. حباب الشيخ محمد الحسن، تفضل. يعني أنا يعني بعض الأسئلة كده. تفضل. السؤال الأول، يعني إذا كان شخصي يعني عنده مال بداخل الكهف كويس، وقام اداه شخص والشخص ده ما مستحق للزكاة، وهو عارف نفسه ما مستحق للزكاة، لكن قام استلمه منه وادى شخص ثاني، لكن أخر الزمن بتاع استخراج الزكاة ده. هو اداه قروض عشان يطلع زكاة ولا ماسكه؟ لا، في زول عنده قروض بتاع الزكاة. نعم. وقام اداه شخص ثاني والشخص الثاني ما مستحق للزكاة، وذاك ما عارفه. طيب. وقام استلم القروض لكن خرب الزمن وداه شخص ثاني. نعم. ده سؤالي الأول. طيب السؤال الثاني. سؤالي الثاني يعني برضو في الزكاة. إذا كان شخص عنده مال بتاع الزكاة وقام طلع جزء منه وجزء ما طلعه، هل يعتبر طلع الزكاة؟ باعتباره ما عنده، يعني ما عنده حاجة يطلعه ولا هو قسمها كده بس؟ عنده لكن طلع منه جزء وجزء ما طلعه. الباقي يعني الفهم كام شنو؟ قصده شنو؟ الله يفهم بس يعني ما يعني شافه كثير استكتر يعني المبلغ؟ نعم استكتر المبلغ، شافه كثير طلع جزء منه؟ ايوه استكتر المبلغ. طيب السؤال الثالث؟ السؤال الثالث برضه إذا كان في شخص مشغل له عامل معاه من أهل الكتاب، وبعدين الشخص ده عنده مبلغ على الزول المستخدم ده. طيب. وقام الزول ده فات ما جاء ثاني راجع، لمدة سنة ما جاء راجع. طيب. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أكرمك الله الشيخ محمد على هذه الأسئلة، زادك الله حرصا إن شاء الله تبارك وتعالى. امتدادا لسؤال الأخ اتفاق من القول اللي تقولنا في أدعية الاستفتاح شيخنا الكريم، الإنسان إذا جمع أدعية الاستفتاح مثلا في الليل قرأ ثلاثة مع بعض، أو في النهار قرأ دعائين مع بعض استفتاح، يعني سمعين كلين أو قالين كلين، هل هناك من حرج أم يكتفي بواحد منهما؟ ما فهمت سؤالك. أدعية الاستفتاح كثيرة. هل ممكن الإنسان يقول كلها ولا لازم يقول لا؟ طبعا واحد يكفي. واحد لو قال أي صيغة من صيغة. نعم. أصلا ورد يعني صيغتان الصحيحة الثابتة. لو قال أي واحد من الصيغة هذه أجزأته إن شاء الله. نعم. أجزأته ولا حرج، ما شرط إنه يقول كلها مع بعض، يعني واحد يكفي. واحد يكفي، ما واحد يكفي. يعني ما يحفظهم كلين ويقولهم كلين قبل لا الفاتحة. واحد يكفي إن شاء الله. نعم. نعم. أي من أدعية الاستفتاح سواء كان بالنهار أو بالليل يجزي إن شاء الله. يكفي. نعم يجزي إن شاء الله. كرمك الله شيخنا الكريم. سؤال الأخت رقية من أم درمان بتقول هي لا تصافح الرجال، ولكن أخواتها يتهمونها بأنها متشددة. وطبعا يعني هذا الزمن يعني أصبحت المصطلحات تطلق هكذا من غير ضوابط. الناس ما بيفرقوا بين المتشدد وبين المتمسك. الناس صراحة هم في باب يعني هذه الأيام التنقيص من قدر أهل العلم والعلماء والمتمسكين بالدين والمواظبين على طاعة يعني شريعة سيد المرسلين. فلكن عشان ينفروا الناس منهم وينفروا الناس من الالتزام يخلوهم هم موضع السخرية دائما، يسخروا منهم. يعني السخرية هذه لابد تتغير في كل زمان وكل مكان، فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني السخرية قد تختلف من وقت لآخر. نعم. يعني أحيانا قد مثلا يكون في استهزاء بالإنسان إنه والله إذا استهزأ بولي، لأنه أصلا هو المسكين ده متمسك بشريعة الله تبارك وتعالى، عشان ينفر الناس منه استهزأوا بالدين الذي عنده يقوم يقولوا زده متشدد، الدين يعني يسر. نعم. كذا وكذا ما، لكن ما فهمين كلمة الدنيا يسر أصلا ما هي. فلذلك الإنسان دائما في هذه الأحوال ما عنده حل غير الصبر، إنه يصبر ويجتهد في تعليم الناس. التشدد المقصود به تجاوز الحد في العبادة، وهو يختلف عن التمسك. نعم. التشدد يسموه الغلو، يسموه التنطع، يسموه التشدد، هذا كله يعني معناه واحد، كلمات مترادفة المقصود منها تجاوز. نعم. الحد في العبادة، إن الزول يزيد على الحد المسموح به، الحد المسموح. نعم. به لا يعتبر متشدد قولا واحدا. لذلك يعني الحافظ ابن حجر لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني إجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا حرج ما بين أنصاف الساقين إلى الكعبين. نعم. وما تحت الكعبين ففي النار.
ذكر العزيمة وذكر الرخص عليه الصلاة والسلام. نعم. إن العزيمة نص اللائبة ثم ولا حرج لا إلا إلى الكعبين لو عظم الشيطان. نعم. فالحافظ بن حجر يقول إنه كما أن الوعيد يلحق من جر ثوبه كذلك يلحق من شمر. البرفع من النص لفوق يعتبر برضو شنو؟ نعم. لأنه هذا متشدد، لأنه تجاوز الحد المسموح به في العبادة، هذا سموه متشدد أو سموه غالي إلى ما تحت الركبتين، إلى ما حتى تحت الركبة مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذا ليست سنة وإنما هذا تشدد. فلذلك الناس ما يفرقون بين المتشدد. نعم. وبين المتمسك. أزول المتمسك ده معناها يتمسك بما جاء من شريعة. نعم. الله. فلذلك هي تصبر وتسعى جاهدة في هداية أخواتها. وأصلا المجتمعات أصبحت الآن فيها مشاكل كثيرة جدا، وأنا أنصح أختي السائلة هذه أنها لا تستعجل هداية أخواتها، إنك لا تهدي من أحمد، ولكن تسعى. نعم. في إرشادهن إلى الحق والخير، وتجيب لهم الأدلة والنصوص الدالة على حرمة كذا وعلى كذا وكذا، لأن في ذلك إن شاء الله يعني أجر وثواب. نعم. حتى ولو لم تسمع يعني أخواتها، ليس بالضرورة أن يستمع الناس إليه، ليس بالضرورة أن يقتنع الناس بكلامك، ليس بالضرورة. أنت بس كداعية همك أنك تلتمس الوسائل المؤثرة والفعالة للوصول إلى قلوب الناس. نعم. لكن ما همك إقامة الحجة على الناس. طبعا فرق الآن في الدعوة مصيبة كبيرة جدا. نعم شيخ الكريم. يعني إنه الناس الآن همهم إقامة الحجة على الناس، الداعية لا، الداعية يعلم يقينا بأن الهداية من عند الله، فهو يبذل الوسائل المؤثرة والفعالة للوصول إلى قلوب الناس. لكن ممكن أن أقيم الحجة على الناس وأكون ضريطهم، أدخل المسجد أقول لهم قال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام وقال أهل العلم وقال كذا وكذا وكذا، والآن لقد أعذر لا عذر لمن أنذر. نعم. وأنا بلغتكم نتلاقى قدام ربنا وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي مشكلة، أنت في ناس الآن أفكار انغرست في قلوبهم سنين عددة لا تطلع بكلمة واحدة، أنت أصلك شنو؟ ما يمكن طبعا. فإنك أنت لابد تبذل يعني الوسائل. نعم. المؤثرة والفعالة، أنك الداعية همه الإصلاح، همه الإصلاح مش همه إقامة الحجة على الناس. لذلك دائما يتلطف بالناس. الناس أنا كان بيزور حتى اليهود، وكان بيزور حتى الناس العاديين، كان يمشي الأسواق يطرح نفسه. نعم. للناس ويعلمهم ويتلطف بهم ويأتيه الداخل ويتكلم معه والناس لم يتلطف به، والمؤلف قلوبهم أيضا كان. نعم. والمؤلف قلوبهم هذا كله هو سائل إن الناس لم كان يتألف القلوب. نعم. عليه الصلاة والسلام على أساس الناس يقبلوا دعوة، بعدين إذا ما قبلوا ده أمر الله عز وجل. لعلك باخع نفسك. نعم، ده أمر الله تبارك. نعم. تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت كيف؟ يعني من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلذلك المهم في أي زول برى للدعوة دي لابد إنه يكون همه إصلاح حال الناس، مش. نعم. همه شتم الناس وسب الناس والتنقيص من قدر الناس وكذا وكذا وكذا. في الأخير اللي بيسبه ده ما بيسمع كلامك تاني. شفت كيف؟ ما بيسمع كلامك ولا انت بديك تاني. فانت همك الأول مش إقامة الحجة على الناس، لا ليس يعني هو الحجة دي واحدة من الأشياء، لكن إذا كان انت بس همك الأول إقامة الحجة ظلمت المساكين دي. نعم. إلقوا هداية تاني منهم، انت ربنا خلاك اداك علم وبقاك عالم وسط النازل. إذا أصلا النازل انت نازل قنع منك وفات وخلوه تاني حيتعلم وين؟ وانت اللي جمعتهم وبعدتهم من الحق. فرد يصبر على. ايوه تصبر عليهم وتتلطف بهم وخليه يقولوا الدارين يقولوه، وخليك في طريقك ثابت. يعني زي ما هم السودانيين بيقولوا الجمل الكلب يذبح والجبل ماشي ما بيأثر. احنا نقول شنو زول ده؟ حيقولوا حرامي، حيقولوا لص، حيقولوا زاني، لكن ما حيقولوا متشدد، حيقولوا متنطع، حيقولوا والله بتاع لف ودوران، ويقولوا كلام ويقولوا الناس الان في حق الدعاة والعلماء. العارف عز مستريح. ايوه بس العارف كرمك الله شيخ الكريم. سؤالها الثاني تقول يعني هي بتحلم كثير بان هي انتقبت، وانت سالتها هل انت متزوجه؟ فقالت لا. وطبعا ده اجتهاد منا، لكن طبعا لابد ان نودي نصيحه للناس في تفسير الاحلام دي. ما كل زول مؤهل لتفسير الأحلام، وبعدين نفسها الأحلام دي بتحتاج لأن الزول يعرف يعني إنه الزول ده بيصلي وطريقته شنو، أو أسأل بعض الأسئلة يعرف أحواله. يعني الشافعي رحمه الله جاء واحد. نعم. قال لي إني رأيت في المنام أني أؤذن، قال له ستحج هذه السنة، وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. جاء تاني واحد بعد لحظات قال لي إمام إني رأيت في المنام أني أؤذن، قال له اتق الله إنك تسرق أحذية المصلين في المساجد. هي نفس الرؤية نفس الرؤية. وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. المشكلة كلها تكمن وين؟ في إنه دا رأى حاله أنه على صلاح. نعم. فسرها له على أنه كذا، ودا رأى حاله على أنه هو على غير ذلك، معناه ذو أجيز حرامي بيسرق الناس. هو في الأخير أنت في اعتبارات كثيرة جدا
شيخنا ما رأيك لو جعلنا هذا موضوع الحلقة القادمة الرؤى والأحلام إن شاء الله؟ نعم 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 نرجع لها الحلقة إن شاء الله القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا بس البنت سألتها قلت لها أنت وزوجي لأنه في الغالب السترة دي في المنام هي بتكون زواج إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربنا يوفقها إن شاء الله ويعينها إن شاء الله وتسمع خبر سار جدا إن شاء الله الزواج. نعم تبشرنا بذلك إن شاء الله. أسئلة الأخ محمد الحسن ما أعرف الزمن يكفينا لكن بتقول زول الطلع الآن المشكلة الكبيرة إنه هو مشغل له عامي من أهل الكتاب وما عارف قروش يوديها وين زول طفش ما فيش. طبعا لو كان مسلم كنا نقول له صدق بقى على نيته أنا صدق بتنفعه هو كافر لكن برضو العلماء بيقولوا الكافر ده الصدقة بيستفيدها في الدنيا يعني يمكن يصدق له بها أي في الدنيا بيستفيد يعجل الله حسناته له في الدنيا في الدنيا يعني الكافر يطول ربنا يطول له عمره ربنا يهده حاجات ده كله للكافر لكن في الآخرة طبعا ما عنده أجر إذا جاء ربنا قال وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورة يعني يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فهو في الأخير يمكن يصدق بها على نيته أو يمكن يستفيد منها مساكين يستفيد منها ناس محتاجين أسرة فقيرة مسكينة إذا جاء راجع يرجع له قروشه وتكون صدقة ديه حقته الأجر مشي له رجع أيوه. نعم إذن الشيخ الكريم لعل نرجع السؤالي الأخ محمد أحمد أو محمد الحسن للأسبوع المقبل إن شاء الله تجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى سؤالين في الزكاة نرجوهم للأسبوع القادم لأن الزمن انتهى الآن إن شاء الله. أشكر لك الشيخ الكريم البروفيسور علاء الدين الأمين الزاكي عميد كلية النبلاء للعلوم والتكنولوجيا على هذه السانحة التي نهلنا فيها من هذا العلم الأصولي وهذه الإجابات التي أمتعنا بهذه الأجوبة الأصولية البينة الواضحة. إلى أن نلتقي معكم وبكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في حلقة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الأول لما أنا أدخل أصلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون